السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني اتأخرنا عليكم بالفيديوهات، بس ان شاء الله بقى نبدأ مع بعض كده التصوير. جايبه لكم بقى كوفرتات النهاردة، الكابوتينيه وكوفرتات القطن. طبعا استخدامنا بقى في الصيف، هيبقى في البداية احنا في الربيع، فيبقى اكتر استخدامنا في الكوفرتة القطن، البيكا او الجاكار. البيكا والجاكار واحد، بس الفرق في الخامة وعرض القماش. الجاكار بيبقى فيه فتلة قطن وفتلة ستان، اما البيكا اللي بنقول عليها بيكا بس بتبقى قطن صافي، وهي برضك الجاكار قطن صافي، بس بيبقى فيها مميزها شويه الفتله الستان اللي فيها، وبيبقى فيها كمان شغل حفر ليزر بيبقى موجود في قلب القماش منه فيه كده مع المشجر بتاعه. طبعا الكوفردات القطن موجود منها الساده، الوان اي لون ساده هتلاقيه فيها، وبرضك في الساده موجود منه قطن، موجود منه الجاكار، وموجود بقى منها المشجر. المشجر طبعا جميع تشكيل العمرية موجود في الكوفرتات، سواء القطن اللي هي البيكا القطن خالص، او الجاكار اللي احنا قلنا عليها فتلة قطن وفتلة ستان. طبعا هنشوف مع بعضينا. انا معايا بس انا الاوردر اللي معايا النهاردة هو جاكار بس، لكن معايا طبعا بعد القطع اللي هي بتبقى قطن خالص. بصوا هي بتبقى قطن خالص، عرضها 240 زي ما انتم شايفينها كده، يعني ايه، هي مطفيه قطن عادي وظهرها ابيض. بصوا الكوفرتا بتبقى، يعني مش عارفه هي باينه ليكم للكاميرا، بتبقى فيها زي ضغطات كده، رسمه منها فيها كده ضغطات. اكيد انتم شفتوا من الكوفرتات بتاعت زمان، هي شبيهه بيها خالص زي ما انتم شايفينها، ايه ضغطات اهي موجوده في قلب القماشه، ما بتروحش خالص على فكره مدغسل، هي اصلا موجوده في التجهيز بتاع القماش نفسه، وتبقى ملمسها كوفرتا. يعني هي اصلا بتستخدميها، في ناس بتفرشها على السرير تبقى حنينه كده اللي تنام عليها، وطبعا هي اكتر استخدامها كغطا، لان يعني عندي منها كغطا حلوه جدا في الصيف. طبعا احنا كلنا بنحب الاقطان في الصيف، واكتر حاجه بنستخدمها طبعا الاقطان في الصيف. طبعا التشكيل من المنقوش كله زي ما قلت لكم، معظم اشكال العمريه موجوده في كوفرتات القطن، كل المشجر موجود طبعا ساده للناس اللي بتحب الساده خالص موجود. احنا بنعمل ملايات مثلا مشجره ومعاها كوفرتا ساده، او ملايه مشجره ومعاها كوفرتا بتاعتها برضك مشجره، او ملايه مشجره ومعاها كوفرتا طبعا ساده. ده كله حسب طلب العميل. كلامي طبعا موجه للي بيتفرج عليها مثلا من العملاء او من الاخوه اللي بيشتغلوا زينا في المجال. الكوفرتا طبعا الجاكار اهيت، انا بس عايزه اوريها لكم. الكوفرتا دي عرضها 200، مميزه عرضها 280، بتبقى معاكي ما شاء الله كوفرتا. انا قصتها على فكره دي للعميله كوفرتا بس. بصوا يعني بصوا شايفين شكلها ايه، بصوا تقيله ازاي، يعني هي طبعا مش تقيله يعني هنقول عليها بطانيه، يعني لا هي طبعا كوفرتا، انتوا عارفين طبعا ان الكوفرتا ما بتبقاش تقيله، يعني بتبقى تقولها معقول وحلوه، لان احنا عايزين حاجه تكون خفيفه على جسمنا في الصيف وتكون قطن. بصوا اهيت دي كوفرتا بس، يعني بدون خداديات. لو العميل طالب خداديات بنعمله، يعني في عملاء بيطلبوا 2 خداديه ومعاهم الكوفرتا، واحنا كمان بنعمل دايما شغلنا كده، او كوفرتا ومعاها ملايه استيك ساده ومعمول لها الكوفرتا، معمول لها طبعا كورنيش. في موديلات انا بنزلها على الصفحه بتاعتي، الكوفرتا تبقى معموله ومعاها كورنيش من الملايه حتى المشجره معمول في الكوفرتا نفسها، ومعاها 2 خداديه، تبقى شكل تاني خالص وحاجه حلوه يعني. بصوا اي كوفرت اهي، عرضه زي ما قلت لكم عرضه 280، عرض القماش بتاع الجاكار 280. الكوفرتا بصوا انا هحاول كده اجيبها لكم قريبه من الكاميرا، هي مش عارفه انت يعني كده هتبقى ظاهره قدامكم اهي. الكوفرتا الظهر بتاعها باين فيه الضغطات وهو ابيض، باين فيه الضغطات وهو اصلا فيه زي ما قلت لكم شغل ليزر، يعني شكل كده رسمه ليزر موجوده في قلب القماش، تبقى شكلها حلو جدا. وبصوا يعني باين ان القماشه فيها يعني زي ما قلت لكم فتله ستان، حلوه جدا على فكره الكوفرتات، يعني استخدامها في الصيف حاجه ثانيه خالص. في الصيف بصوا اكيد باينه ليكم. معايا طبعا معظم تشكيل اللوكس في العمريه موجود منه كوفرتات جاكور، معظم تشكيل القطن اللوكس في العمريه كوفرتاته تبقى جاكور الوانه. طبعا هبقى انزل لكم ان شاء الله يا بنات المبتدئين، البنات اللي شغاله زينا في المجال وكده. طبعا زي ما انتم عارفين انا بجيب خامات وكل شغله اونلاين. ادي كمان شكلي كمان اهو موجود برضك في الاشكال اللي هي اللوكس،
في العمريه اللوكس، يعني احنا بنسميها لوكس عشان تبقى اعلى حاجه في العمريه في الخامه ونزلت القطن فيها. بصوا الجمال، هي طبعا في الابيض تحفه خالص، وهتلاقوا كمان الرسمه باينه. بصوا الظهر بتاعها، الظهر بتاعها اهو، عشان في ناس بس ما تعرفش يعني ايه كوفرتا بيكا او ايه جاكار، نقعد نعرض على صفحاتنا نقول كوفرتا بيكا وكوفرتا جاكار، ففي ناس ما بتبقاش عارفه يعني ايه هو جاكار، حتى لو في المجال ما بتبقاش عارفه يعني ايه جاكار ويعني ايه بيكا. بصوا يا بنات اهي، وطبعا هي فيها رسمه زي ما قلت لكم، فيها شغل تطريز ليزر بيبقى في قلب القماش نفسه، بيدي منظر حلو كمان مع المشجر بتاع يعني نفس التشجيره اللي موجوده منقوشه طبعه موجوده كمان ليزر. وزي ما انتم شايفين الضغطه دي ما بتروحش، عشان خاطر في ناس بتبقى بتجيب على اساس كوفرتات كده اللي هي بتبقى زي النت 3 دي، بيقولوا عليها بيكا لكن هي مش بيكا ولا حاجه، بعد الغسيل بتطرى وبتروح، لكن دي غير خالص، دي كوفرتات قطن مصري. يعني دي كوفرتات قطن مصري، منها زي ما قلنا الجاكار ومنها القطن العادي. القطن ما بتبقاش فيها الشغل بتاع الجاكار، الجاكار بيبقى مميز عنه ان هو عرضه 280، والشغل الليزر اللي موجود فيه ده اللي بيميز الجاكار عن القطن. ادي كده، دي خلاص كده خلصنا عشان بس ما نطولش الفيديو كده. ايه الكوفرتات بتاعتنا؟ قلنا القطن البيكا والجاكار. معانا بقى طبعا بقى خلاص احنا كده هنخلص بقى الربيع، هنعوز بقى ايه ندخل بقى على الصيف، الصيف اللي محتاج التكييف. وطبعا كتير قوي بيحتاجوا كوفرتا الكابوتونيه، في منا عارفين يعني ايه كوفرتا الكابوتونيه، وبنات طبعا لو لسه بدأ في المجال ما تعرفش يعني ايه كابوتونيه. الكابوتونيه دوت طبعا احنا مش بنخيطه على المكنه، عشان بس في بنات بتبقى فاكره ان احنا بنخيطه على المكنه، الكابوتونيه بيروح مصنع بيعمل غرز معينه زي التطريز على القماش، وبيدخل بين القماش وبعضه طبقه فايبر. ادي الكوفرتا الكابوتونيه اهيت زي ما انتم شايفينها اهي، متطبقه قدامك. بتبقى حسب طلب العميل، بيبقى لون مشجر، يعني هو لو احنا الاساسي بنعمله لون مشجر ولون سائل، بحيث انه يدي منظر حلو قوي كده على السرير. بتبقى معاكي الظهر ساده او الظهر والوش مشجر، او ممكن عادي حسب طلب العميل تعملي الاثنين مشجر او تعملي الاثنين ساده، ده كله حسب طلب العميل. طبعا احنا دايما بنعمل معاها اثنين خدديه اللي بتدي منظر طبعا حلو على السرير، تبقى انت عامله حاجه مكلفه، فلازم في شغل عرايس او في شغل عادي بيت عادي، فبتبقى حاجه ثانيه خالص لما بتكون حاطه كوفرتا على السرير فرشاها، بتبقى مفروضه محدش بيطبقها، بتبقى مفروضه كده فوق الملايه الاستيك او ملايه الكارنيه زي ما بنعمل. لينا طبعا موديلات كتير على الصفحه بتبقى معموله ملايات كرانيش ومعاها كوفرتات كابوتونيه ومعاها اثنين خدديه. بصوا الخدديه اهي ما شاء الله بتبقى 55 في 75 ولها البرواز دوت، بتبقى الظهر ساده والقلاب بردك مقفول عليها اهوت. اهم حاجه عندي في شغلي طبعا حتى بركز دايما مع المصنع ان هو يعمل لي الظهر مقفل على الخدديه من ورا، بحيث ان بيدخل الخدديه في قلب الخدديه في قلب الخدديه وش الخدديه ما تبقاش تبان. حتى ليها قلاب زي ما انتم شايفين، قلاب عريض اهو بتاع 25 سنتي، بصوا اهو، والقلب بتاع الخدديه من جوه الفيزلين بتاع الفايبر اهوت موجود كطبقه عازله بين الفايبر وبين القماش. بصوا اهي، دي كده طبعا اتنين خدادية. بصوا ما شاء الله يعني حلوه جدا. ادي بقى زي ما احنا قلنا الطبقه اللي موجوده بين القماش وبين القماشتين، بتبقى طبعا طبقتين قماش وبينهم فايبر اهي يا بنات، طبقتين الوش والظهر وبينهم طبقه الفايبر. في بقى طبعا مصانع بتبقى الناس بتعمل مثلا الكوفرتات ديت بالمتر وبتاخديها تتقفليها بيه، اما انا بودي المصنع بيعمل البيه منه فيه بنفس خامه القماش، سواء يعملها ساده او يعملها منقوش على حسب طلب الطلبي انا للمصنع. وطبعا كذلك بردك الرسمه اللي معموله تطريز دوت ممكن اغيره عادي باي شكل تاني، او حسب بردك ما المصنع بيبقى عامل هو الرسمه بمزاجه، لان المصنع مش هيقول لي بقى انت عايزه رسمه ايه، حسب التجهيز بتاعه. يعني في ناس بتطلب، يعني في ناس بتحاول تعمل النقشه بتاعت التطريز تمشي مع الشكل بتاع القماش. كنت عايزه اقولها لكم وانا مش عارفه افردها، دي طبعا مقاسها بتبقى احنا بنبقى قاصين قماش بزياده، بس طبعا المكنه بتبقى مقاسها 240 في 200 حاجه و30 كده. لو احنا بقى عايزين مقاسات بتبقى اكبر، بتبقى مقاس مخصوص، ممكن عادي تعمل اي مقاس بيبقى مقاس مخصوص، بتبقى تكلفه ثانيه عشان البنات بتبقى عايزه المقاسات، لكن هو الاساسي بيعملوه دايما المصنع بيعمله 240 في 230 او 235 حسب ما المكنه، لان المكنه لما بتيجي يفردوا عليها القماش بيبقى عليه كباسين والكلام ده،
بياكله بتاع من كل جهه بتاع 10 سم، او يعني ممكن ياكله مثلا ربع متر في الجهات اللي هو بيعملها دي. فاحنا بنودي القماش بزياده بس على ما يوصل لنا، توصل لنا الكوفرتا عشان بس احنا برضك صادقين مع العميل، توصل لنا الكوفرتا 240 في 200 وحاجه و30 او 235 اللي هو عرض القماش. اما المقاسات المخصوصه ان احنا بنبقى عايزينها مقاس اكبر، دي بنعملها وبتبقى بقى معموله بيه، لان هو بيبقى المصنع بقى عاملها فريده خالص، بنوديها تتعمل مخصوص، بقى معمول مع القماش بيتعمل كله كابوتينيه وبيتقص بالمتر. احنا بقى بنيجي بقى نعمل لها البيه. البيه ده طبعا ليه جهاز بتركب له يا بنات على المكنه، بتعمله جهاز كده على المكنه بيبقى عامل زي القرطاس كده، بتدخلي فيه المدخل بتاع بدايه البيه وبتلاقيه بيمشي لوحده خالص وانت بتركبي البيه بتاع الكوفرته. لكن انا البيه اللي معايا دلوقتي دوت معمول في المصنع، اللي بودي القماش للمصنع وهو بيجهزه لي، يجيبوا لي كوفرته. كوفرته بتاخد 6.5 متر قماش الكبيره اللي هو المقاس العادي معايا 2 خدادية. اما لو انت عايزه مثلا مقاس اكبر بتزودي، كل ما بتعوزي مقاس اكبر في الكوفرته بتزودي القماش. فهمتوني؟ طبعا دي بتتعمل الكوفرتات بتتعمل من اي خامه انت عايزاها، بس الافضل في الكوفرتات الخامات القطن بتبقى الافضل والاحسن، الخامات القطن. حتى صاحب المصنع نفسه بيحب جدا جدا يشتغل في الخامات القطن في الكوفرتات، المكنه بتبقى مستريحه وتطريز عليها كويس، فبتبقى الافضل في القطن. والقطن كمان كده كده اصلا بيبقى مريح جدا في كمان في الصيف، وبقى حاجه ساقعه كده وبرده، غير كمان ما بتكوني كمان مش شغاله تكييف يعني. بس انا الشكل ده على فكره ده انا عاملاه في منه، الشكل ده في منه عمريه وموجود منه ماكرو فايبر، انا حتى كان عندي منه ماكرو فايبر بس ده طلب العميله عملته لها عمريه، نفس الشكل نفس الشكل والرسمه موجوده في الماكرو فايبر عشان برضه احنا عارفين. عاملين الوش قطن ساده عادي، والوش مشجر، والظهر ساده. طبعا يا بنات بيبقى في كمان لتجهيز الشغل البنات اللي بيشتغلوا، بيبقى في كمان شنط للكوفرتات موجوده عندي، موجوده عندي شنطه للكوفرتا، وموجوده عندي شنط للكوفرتات اللي هي البيك العاديه، وتحطي معاها كمان طقم سرير. هبقى اوريه لكم، انا كنت منزله فيديو لهم قبل كده، هبقى انزله لكم تاني تشوفوا فيديو التغليف. وكده بقى نخلص مع بعضنا التصوير بتاعنا، واقول لكم بقى مع الف سلامه عشان بس نبدا الفيديو والتحميل.